السلام عليكم خوتي خواتاتي متتبعين قناة عبدو. اليوم كنتواجدوا في قبيلة قبليل أيت البقال، كنتواجدوا في النباض، كنتواجدوا في القاع، كنتواجدوا في المرسم الكبير. هنا ما بين ثلاثة الطرق كما كتشوفوا معايا، طريق على الشمال طريق على اليمين وطريق سبعة ديال الطرقان كما كتشوفوا. هنا كنتواجدوا في قبيلة قبليين أيت البقال، هنا عاشوا جدودنا والآباء ديالنا في هذه المنطقة. هذه المنطقة كانت من أشد المناطق من ناحية القوة ومن ناحية الشباب ديالها هذاك الوقت آنذاك. قبيلة قبليين أيت البقال معروفة بالفرسان ديالها، معروفة بالخيرات ديالها، معروفة بالشجاعة. الناس كانوا شجعان في هذه المنطقة. الناس خرجوا المستعمر آنذاك في سنة 1935 على ما جاء على لسان بعض الشيوخ، كانوا الناس كيمشيو حتى المكناس على رجليهم هذيك الحقبة من الزمان. الناس هنا كانوا شجعان وما زالين الناس عايشين منهم الناس اخرين، ولاد هاد المنطقة هادي قبيلة قبليين أيت البقال. اليوم جينا نفوجو أخوكم عبدو، كيضرب مشقة ديال الطريق وكيضرب الطريق باش يشارك معكم هاد المناطق الجميلة وهاد المناطق الخلابة ديال البلاد ديالنا. كما كتشوفوا ها المعلمة أمامكم، وها الناس ديال البادية، والناس بكري كانت عندها القوة، لا من ناحية الأراضي، لا من ناحية أي حاجة، لا من ناحية الكسيبة، لا من ناحية الأغنام، لا من ناحية الأبقار. يعني إحنا كنا صغار وكنا كنجيو لهاد القبيلة هادي، كنا كنضربو 15 كيلومتر على رجلينا، ماشي علاش تنجيو لهاد البادية، حبا في هذاك الجو، هذاك الجو ديال البادية. كنا باقيين صغار وكنجيو هنايا، كنمشيو للشاريج كنعومو فيه، كنجيو للعروبية كنلقاو الناس، ناس الجود وناس الكرام، تاكل وتشرب غير دوز مع الطريق، غوت الحاجة اللي بغيتيها يعطيوها لك. ناس الجود وناس الكرام، وكنت كنجي أنا على رجلي، باقي صغير وكنت تنعقل وباقي تنجي على رجلي، وكنجي هنايا كيستضفونا الناس البساطة والناس ديال البادية، وكانوا يستقبلونا يا ربي غير يشوفوا شي ضيف داز عليهم من الطريق. وقبيلة قبليين يا المتتبعين راك نتوما تتعرفوها، وراه غنية على التعريف، وراه معروفة في الأوساط الحضارية والقروية
وكذلك راه معروفه حتى في اوروبا، راه معروفه في جميع الدول. قبيلات قبليين النص ديال السكان ديالها كاين في الخارج عايش على برا، والنص ديالها ميليتير عسكر، والنص الاخر اغلبيه فيهم اساتذه ودكاتره. هذه المنطقه هذه راه خرجت الناس، ناس نابغه، ناس ذات عقول راقيه. قبيله هذه القبيله اللي كنصور لكم فيها اليوم، واللي بغيت نشارك معكم هذه الجوله هذه ديالي اللي درت فيها، وتابعوني ان شاء الله انا غنسجل معكم جميع الاحداث. يلا المتتبعين، كما قلنا لكم قبيله قبليين هذه كتشوفوا ما موجوده، ما كيتجاوزش 20 متر. ها نعاودوا تجربه، الراه عاود له شتيوره بهذا الشكل هذا. صوره بابا. السلام عليكم. السلام. لاباس بخير؟ صحه؟ هاني لاباس؟ الحمد لله. وادور لها ماشي لهي. بحال بحال. صافي لاكاك الفيديو صافي. لاباس سيدي كلشي مزيان. سلك سلك. دار الامور هنا اللي غنم هذا السيد هذا وصلني بالبقر ديالو. السلام عليكم. السلام يا غير. الله يبارك فيك. هنا راه مقرى. بقول هذا السيد راه بلاد الوقر وبلاد الكرم وبلاد الخير وبلاد الخير. تجي تجي خير الزيتون ذهب. الحمد لله. ها؟ تجي خير الزيتون ذهب. بخير. الواش شي بخير. تجي خير الزيتون ذهب. صافي. ايوا شو اللي مرتك كرمنا. كل مرة كرمنا ذهب. هيا كون هاني. الراي. ما سمعتوا يا المتتبعين، راه قبيلة قبليين بلاد الخير وبلاد الكرام وبلاد كلشي. ها الما طالعها ها ما تيتجاوزش، ما يتجاوزش 20 متر. جرارة شوية مفرومة، غنساعدو معاها. ها الما خوين فوق، خوين فوق الماء عدل كما كتشوفوا صالح للشرب. وقبليين هي هذه المتتبعين، شوفوا الاراضي ديالها وشوفوا الخيرات ديال البلاد والخيرات كي دايره. الناس دابا راه مشغوله في جني الزيتون وشجر الزيتون. نعاودو عاود ثاني نطلعو شي جره اخرى. مفرومة شوية دابا عاد عرفت ليها القصة ديالها. ها سمعتوه؟ ها ها الماء، نرى الماء موجود هنا. مع عدب وصالح الشوم. وهذه هي قبيلة قبليين. مع السلامة. السلام عليكم خوتي خواتاتي متتبعين قناة عبدو. اليوم كنتواجدوا أحد المطاحين قبيلة قبليين أيت البقال. معنا أحد الشيوخ اليوم حاضر معنا في هذه الجلسة هذه، حتى هو راه جاب الزيتون ديالو تطحن هنايا، هو كيتسنى. العمر ديالو 80 عام. شحال العمر ديالك أسيدي؟ 80 عام. 80 عام.
ما شاء الله 80 عام انت كتعقل على الناس الاولين اللي كانوا هنا. كنعقل على جدك ماشي حتى على باك. كتعقل من الناس ديال الاستعمار؟ ايه كنعقل عليهم. احكي لنا شويه على الناس ديال الاستعمار هنا كي كنتو مع المستعمر هنا في هذه المدينه هذه في هذه القبيله هذه عفوا. المراحل اللي دوزتو معاهم هنايا. يا خير. كنتو مستعمرين من قبل الفرنسيس. سنة 1940 على ما اظن 35. كنعقل دابا على جدك. كنعقل على سيدي محمد. كان على مولاي طه الله وكان على ابن عيسى. انا عقدت غير على مولاي طه. مولاي طه وكاين سيدي محمد. وكاين ابن عيسى. ابن عيسى وباك ما كتفرقوش هاي. حتى فرقاتهم الموت. كانوا جوج خدامين في الطوفان كيجيو غير على البشكليطار. فهمتيني؟ فهمت. هما خدامين في الطوفان وكيجيو في البشكليطار ابن عيسى. و سميتو هذا حسن. حسن حسن تبارك الله. عندو نسق الخويطره. خويطره خويطره سميت كليت. وكي كانت الاجواء هنايا ديك الوقت؟ بخير بخير الدنيا هانيه. كانت الدنيا هانيه. الا ما درتي شي حاجه ما يدير لك. ياك اسيدي. طبيعي. قبيله قبليين راها بخير بخير وعلى خير.